أعرب وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري عن خشيته من تحول بلاده إلى غزة ثانية في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية ضد حزب الله اللبناني خلال الأيام الأخيرة. وقال مكاري إن بلاده تعتقد دائما بوجود أمل ضئيل في الجانب الدبلوماسي، مشيرا إلى أن التصرفات الإسرائيلية أدخلت البلاد بأكملها وربما المنطقة في حرب لن تنتهي على الإطلاق.